كارثه كارثه يا فريد كارثه. خير يا شنطفه؟ مصيبه وحلت علي يا فريد، ساعدنا الله يرضى عليك. شو شبك؟ رفسني ضرات الصخر. ضرات الصخر رفسك؟ رفسني الرفس اللئيمه، انا وبيرم ظهري هيك ما لقيت الا شيء هون، على خصرتي اجت الضربه، على سلسله ظهري صحقني صحق، اجت الضربه على عصعوص. صحاك صحاك صحاني صحاك، هذا ضرات الصخر ما بيتأمله حمل لطنرك. شو وليه عطيته ضهرك لضرات الصخر؟ ما انت بتعرفوا انه هذا كرك بعده اول طلعته بده يرفيس. هو هذا الحصان كتير بحبه وانا السيس تاعه، بس المشكلة انه راسه بالايام ملبك شوي لانه كان عنده جوكي وفلسفة. مين شحاته المصري؟ اه فل شحاته؟ صار لي بقناة السويس عم يشتغل امريكا يا عان. شو شو وما في مين هلا بده عم يركبه؟ جبنا له واحد جوكي ما حبه، ما ركب راسه براسه عم رفسنا صحقني صحق. بده جوكي هلا، ما نأمن له جوكي يا فريد. بدنا نعمل جوكي لضرات الصخن؟ طبعا، ولا كيف بده يركض السبت؟ انا عندي السبت ركضي، بده يركض عندي حفله بده يركض فيها. انا شو دخلني؟ انت بدك تدبر جوكيه، انا بدي ادبر جوكيه؟ انا شو مشكلتي يا فريد؟ انت اللي انت صاحب الحلول، انت صاحبي وصديقي، لاقي لي جوكي يا فريد. ما بدي لاقي لك جوكي يعني هلا. مش شغلتي ايدي انا. مرحبا يا شباب. جيت والله جيبك طلع. أهلين عباس. أهلين فريد. شفت يا شنطفة؟ شو؟ شفت اللي قديش نيتنا طيبة، كيف الله ما بيبعت لك ابن الحلال؟ عباس؟ نعم. أنت عم تساوي شيء هالأيام؟ لا ما عم ساوي شيء، لا. عباس؟ نعم. أنت فاضي راضي على وضعك ما بتساوي شيء؟ لا فاضي، ما أنت أدرى الناس فيي، ما عم بعمل شيء خير. عباس؟ لك شو استخدى لك تقلي عباس وما عباس؟ شوفي مضايق مني شيء؟ يا خي ما مضايق منك، بس فوت بالموضوع. مزعوج مني شيء؟ يا خي ماني مزعوج منك، بس شوفي يلا عباس؟ نعم. رد لك المصريات شلاط فيه؟ ايه ردهم ردهم، بس ردهم بالحلاش لردهم. بس ما رد لك اياهم؟ بلا ردهم. اكل لك حقك شيء؟ لا ما اكل لي حقي. يعني شفت انه شلاط فيه انسان دغري؟ الواحد يحكي منه لا بينفق لا بالبوالين ولا ولا كل شيء. لما كنت عايزهم كنت انا طلبتهم منك. عباس يا اخي شوفي عم تقطش وتلحش، تفضل شوفي. ما منيح عباس يكون جوكي؟ شو؟ لحظة، هيدا جوكي؟ لحظة جوكي عباس قد البرميل، ما تزعل ما يزعل منك. لحظة ما تزعل منه، عم بقول عنك انت قد البرميل. لك ليش شو بدي شو جوكي؟ جوكي يعني هذا اللي بيركب على الحصان؟ لا الحصان اللي بيركب على الجوكي. يخرب زوك والله عباس، ما بصير تجيبهم. انا بدك ياني اعمل جوكي؟ لا مين لك كان؟ حل عني عباس. شوفي عباس. نعم. ما بدك تعمل لك قرشين؟ شو بدي اعمل؟ قرشين؟ لا هلا بعمل قرشين اذا بركب جوكي؟ اذا انت بتساوي مساويك جوكي. فريد كبر عقلك، طلع فيي وزني 70 كيلو، انا بدي اركب حصان. عباس ما كل عمرك تركب حصان. أنا كل عمري أركب حصان؟ عباس شوفي كل عمرك تركب حصان؟ شو نسيت؟ نحن وصغار مذكر، بس كان أبويا ياخدنا لعنده قعدنا بجنينة أنا وياك ويقعد يقلنا لعبوا كوي بوي وحرامية. إيه إيه. كنت أنت ترك، أنت كنت الحصان وأنا أركب على ظهرك. منيح هلا ما ضروري تقول زي عباس اقعد رفسك أنا يقول لك يلا حيحة 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 هديك ما بيقولوها للحصان. شو بدي فيه هلا عم تحكي لي قدامه؟ خلص منيح، خلي البير مستور. في عنا حصان اسمه ضرات الصخن. شو اسمه؟ ضرات الصخن. اسمه ضرات الصخن؟ ايه ايه. نعم خير. بده جوكي؟ ايه. بتكون انت الجوكي تاعه؟ لك انا اطلع فيه، انا اطلع فيه، انا بحمول الجوكي لازم يكون هيك برفع الخشبه. بعرف انت اسمين، كيف لنا شو بدنا نسوي له؟ لازم نخصصه على الاكيد، بدنا نخصصه، اذا صرت تخصيص بتروح معنا، اذا ما صرت تخصيص ما توجع لنا راسنا. نعمل لك رجين. رجين؟ ايه. ابتداء من ايمتى يعني؟ من هلا. 135 341 لك اخ 352 دقيقة 360 لك لا 361 اخ 62 63 لك شو 63 عم ترجع رجوع؟ ايه اخ لسه كثير. يلا بعد بعد عباس بعد عندك للقلب. لا لا شو؟ اخ يا اخي اركض لهلا اركض اركض. كم برمي صاروا يا شنطفة؟ يا فريد والله تعبت. تعبت؟ والله تعبت. عباس؟ نعم. مين تعب؟ عباس؟ أنا تعبت. لك شو بدك هلا؟ هيدا ما عباس اللي بعرفه. شو؟ هيدا ما عباس اللي بعرفه. كيف اللي بتعرفه؟ اللي بعرفه عباس أحسن جوكي بالسبب بده يكون. خليك
خليك ما فيك كمان هيك كمان دغري بدك تصير جوكي بدك تتعب وبدك تشعر اركض لك اركض للخمسمية عباس للقديه للخمسمية يا لطيف يا لطيف بدك تهر وزن هر وزن اركض عباس بعد الله وصلنا عباس للامتحان الكبير والصعب إيه؟ انت بس انت هلا صرت تعتبر نص ثلاث ارباع جوكي ما هيك صحيح جدا ايه صرت ثلاث ارباع صرت ثلاث ارباع جوكي بس تعبت ايه بعرف تعبت ما فيك كمان عباس كمان تصير جوكي من دون ما تتعب وتشقى مزبوط معك حق ما بدك تساوي قرشين عباس ما انا بدي اعمل قرشين هلا انت شو الخطوه هلا الخطوه هلا بدنا نسلمك انا وش نطفي ايه؟ الشيء يلي ما حيالله جوكي بيقدروا يحملوا شو هو هذا انت لانك هلا صرت ثلاث ارباع جوكي صار فينا نسلمك الكربيج عباس ايوه هيدا الكربيج هيدا الكربيج تبع الجوكي تاع الجوكي اوكي طيب. مبروك عباس الله يبارك فيك هيدا الكربيج تاعك الله الله يبارك فيك يعني هذا هلا بنستخدمه هيك هلا بدك تستخدمه بدك تفوت على الصبق بدك تسحقه صحق لمين للصبق ايه خلص رح اسحقه بدك صحق بدك تسحقه صحق يا خلص عاش طلع ايش ناطفي عاش طلع صعبه معنويه بعرف اكنك عم تحكي من افاك بس تحكي يلا منبلش بدك تطخين صوته شوي يلا عباس نعم جاهز امتحان كبير عباس جاهز قامز على الحصان يلا عباس نعم هيدا درة السخان ايه وانت جوكي عباس يلا بدك تجلده منيح على فيه لحتى يقلع بقلع انطلع يا عباس يلا اجلد عباس روح عباس يلا اركض عباس يلا بدنا نشوفك على الفينيش يا عباس يلا على اخر عباس يلا عباس يلا عباس لك عسر عسر ولي على ربتك يا عباس يلا الله الله يوفقك يا عباس الله خسرت السبق ليه خسرت السبق؟ لانك افاك ثقيله بدك تعلي افاك وتركض عليها هكنك خفيف هكنك الريشه طيب جربها هلا جربها علي عباس علي اركض عباس يلا عباس هيدا عباس يلا عباس اركض عباس برافو عباس نظرني عينك يا عباس انخاف الشاش تسمن انفخ باللبن يطلع لك بوالين هيدا عباس برافو عباس انت كتير كبرت بعيني شايف شايف شنطفي هلا صار فينا نقول قول انه عنا جوكي ببعطه بيجيب مصاري وبيجي لحظة بعد في عنا شغلة واحدة شو هي هيدا ولا يهمك هيطلع لك اي اي يا فريد شو عملت شو عملت شو عملت يا فريد هاي مش لقلو ما لقلو هاي للحصان هاي اللي انطرق على درات الصخر لدرات الصخر ما لعباس لا مش لعباس وليه على قامتك ليش تناولتني اياها ما لحق الضغري بدي اشرح لك عنا طرقتوا اياها بالعضل شو بساوي شو بعرف عباس نعم حاسس بشي عباس وليه على قامتك شو هيدا واي فاي عباس شو فيه خاص بدك تفاح بدك شي بدك جزر شو بسي انحلت شو هلا صار عنا حصان بدنا جوكي منين ما نجيب الجوكي هلا بتساوي انت جوكي شنطفي شو والله شو صار يعمل صهيل اركض عباس